محتاجك في طلعة بس قبل ما تقول لي عايز منك لايك او عايز منك سبسكرايب، محتاجك بس في طلعة عشان القصة دي بنتكلم فيها بقالنا فترة، وهي قصة 4-3-3 ليفربول، وقصة اللاعب اللي بيكون موجود في نص ملعب ليفربول اللي بيعمل واجبات دفاعية مع ترند الكسندر ارنولد علشان خاطر محمد صلاح ما بيرجعش يعمل ادوار دفاعية. والمشكلة دي ليفربول بيعاني منها حرفيا بقاله سنة ونص. سنة ونص كل اللي بيلاعب ليفربول بيلعبه من ناحية ترند الكسندر ارنولد، يهاجم عليه وبيقرر ان هو يقفل له الناحية دي على محمد صلاح اللي هو ما بيرجعش يعمل واجبات دفاعية مع ترند الكسندر ارنولد. فبالتالي مين اللي بيشيل الليلة كلها لوحده؟ اللعيب اللي بيكون في خط النص، اللعيب اللي بيغطي على محمد صلاح. والفترة اللي فاتت كلها كان جوردن هندرسون هو اللي بيغطي ورا محمد صلاح، بس طبعا جوردن هندرسون كبر في السن واصاباته بدأت تكتر، فبدأنا نلاقي في مشكلة موجودة ناحية اليمين بالنسبة لليفربول. مين هيكون موجود هنا علشان خاطر يقفل المشكلة اللي بيسببها عدم رجوع محمد صلاح؟ لأن ترند الكسندر ارنولد أدواره الدفاعية مش أفضل حاجة، وترند مش مدافع كويس جدا بقدر ما هو ظهير عصري مميز، هو بيعرف يهاجم كويس قوي، بس هو دفاعيا عنده مشكله كبيره جدا. فترينت الكسندر ارنولد دفاعيا بيخوف، ورا لما يكون موجود جويل ماتب فالموضوع كده بيكون مريع حرفيا، اللي انت بايع نفسك بجد والله، اللي هو انت في هنا جويل ماتب وفي هنا ترينت ما بيعرفش يدافع وفي هنا واحد كل الفرق بتلعب ناحيه اليمين قدامه، فبسم الله ما شاء الله يعني الفرقه ناحيه اليمين عندها بيبقى فيه جهد مضاعف بيعمله اللعيب اللي بيكون موجود في نص ملعب ليفربول، لان الراجل ده مش بيكتفي بس بان هو يعمل ادوار دفاعيه مع ترند عشان صلاح ما بيهاجمش، لا ده مطلوب منه كمان ان هو يحرك صلاح هجوميا، يعني مطلوب منه ان هو ياخد الكوره ويدورها ويخلي محمد صلاح يتحرك كتير هجوميا. فبنلاقي كده ان الكفه كلها بتاعت ليفربول نقطه القوه موجوده ناحيه اليمين، ونقطه الضعف برده موجوده ناحيه اليمين. الناحية التانية احنا كلنا شايفين المستوى اللي بيقدمه اندي روبرتسون. روبرتسون اللي مستواه متراجع الفترة الأخيرة، فاندي روبرتسون عنده مشكلة في موضوع المستوى المتراجع. يورجن كلوب النهاردة فكر يحط هنا لعيب زي تياجو الكانتارا علشان خاطر يحرك ناحية الشمال، هو قفل كده الماتش اللي فات، قفل بتياجو الكانتارا وقفل بجوردن اندرسون، بس النهاردة قرر يبدأ بهيرفي اليوت ناحية اليمين علشان اليوت لعيب لسه صغير، ومفترض ان نقطة قوة انتر ميلان موجوده ناحيه الشمال بتاعتهم اللي هي يمين ليفربول، الناحيه اللي فيها ايفن بيرسيتش وفيها هاكان شارون اوغلو. الناحيه دي خطيره جدا جدا هجوميا، الناحيه دي بتكسب انتر ماتشات كتيره جدا، فمعناه ان احنا هنواجه مشكله برضو في نفس ام الناحيه اللي احنا بنعاني منها. فبدانا نشوف يورجن كلوب عاطي لهيرفي اليوت، هل ده كان ماتش هيرفي اليوت؟ والله مفترض ان الولد سنه صغير ومفترض انه هيرجع يعمل واجبات دفاعيه مع ترينت، بس مع الاسف الشديد الموضوع بتاع نص الملعب كان ضايع خالص، ونص ملعب انتر ميلان كان متفوق الشوط الاول. الشوط الاول كان مارسيلو بروزوفيتش عامل ماتش عالمي هو ارتورو فيدال، والناحيه الثانيه ديمفريس هو اسمه ديمفريس بص هو اسمه هو ديمفريس الهولندي كان عامل ماتش كويس. هل انتر كان خطير هجوميا؟ والله عايز اصدمك واقول لك ان انتر اون تارجت ما شاطش ولا شوطه. يعني انتر اللي احنا كنا بنتكلم ان هو الشوط الثاني عمل ضغط عالي، والشوط الثاني قرر ان هو يطلع يهاجم والكلام ده، ما كانش كويس هجوميا ولا كان قدر ان هو يروح لمرمى ليفربول، هو عمل ضغط عالي بس ليفربول كان مقرر ان هو يلعب دفاع متقدم علشان خاطر عارف ان لما مؤاخذه موضوع السرعات بعافيه شويه بالنسبه لايدن جيكو ولو تارو مارتينيز، فهم كان بيلعبوا دفاع متقدم، فالدفاع المتقدم ده ما كانش بيتضرب، حتى لما كان بيتضرب ايدن زيكو كان بيختار قرارات غريبه، الوقت اللي المفروض منه ان هو يمشي ويشوط علشان اليسون طلع غلط بيقرر ان هو يباصي. فشفنا ان في اداء كويس في نص ملعب انتر واداء سيء هجوميا لنص لخط هجوم انتر. طبعا دفاع سكرينيار عمل مباراه مميزه جدا بصراحه، هو والساندرو باستوني ومعاهم ديفريش هم وتحتهم طبعا سيفن هندرافيتش، هم عملوا ماتش كويس، بس ليفربول عنده ميزه كويسه جدا هو ان هو بيعرف يسرع ماتش. دي ميزه في الفرق الكبيره، اللي هو لو انت شايف كمشجع ان الفرقه ما تستحقش، بس مع ذلك ليفربول ممكن يوريها لك ان هو الموضوع عادي يعني بتعدي. يورجن كلوب بدا بدري بالتغييرات، لويس دياز ما كان ساديو ماني، ساديو ماني اللي كنا بنقول ناحيه الشمال في مشاكل لان اندرو روبرتسون مش هو اندرو روبرتسون الاداء الهجومي بس، هو اندرو روبرتسون الاداء الدفاعي، هو وفيرجيل فان دايك كانوا قافلين كويس جدا جدا على ميف بريز هو الهولندي اللي احنا لسه غلطانين في اسمه برضه. نبي كايتا مكان هيرفي اليوت، والتغييرين دول ومعاهم كمان جوردن هندرسون، يورجن كلوب قرر ان هو خلاص بقى
يعني جابوا الثلاثه اللي انا بديت بيهم ده، انا هعمل اكسات، انا هطلع هيرفي اليوت وانزل جوردن هندرسون، لان خلاص مارسيلو بريزوفيتش وارتور فيدال بداوا يتعبوا، ولما فيدال وبريزوفيتش يبداوا يتعبوا وقتها يكون في مشكله لخط نص انتر. طب ليه مثلا انزاجي ما اتحركش؟ يعني ليه ما قررش ان هو هيغيرهم؟ لان للاسف ما عندوش تغييرات، يعني ما عندوش دكه قويه تقدر ان هو تشيل مارسيلو بريزوفيتش لو قرر يغيره، او لو قرر يغير ارتورو فيدال، عكس يورجن كلوب وليفربول. لو في مشكله هنا عند تياجو الكانتارا ممكن تغيره، في مشكله عند فابينيو تغيره، في مشكله عند هيرفي اليوت تغيره. وهي دي الفرق بين الفرق الكبيره اللي عايز تاخد بطولات والفرق الكبيره اللي للاسف الشديد مفيش فيها لعيب بديل ومفيش فيها حاجه اسمها دكه ممكن تفيدك اثناء سير المباراه. ليفربول وكلوب عرفوا يستفادوا قوي من حته الدكه دي، وخصوصا يعني ان اللي خلص المباراه حرفيا اللعيب جاي من على الدكه وهو فيرمينيو. فيرمينيو اللي في اغلب ماتشات ليفربول السنه اللي فاتت كنا بنقول عليه ان هو مشطب ومبطل، بس صدقني فيرمينيو كان بيخلص ماتشات حتى وهو سيء، حتى وهو مش شايف قدامه كره عرضيه فيرمينيو حب يحطها في مرمى انتر. لعيبه انتر كلهم وقفوا جوه الملعب حاسين ان هم قدموا مباراه كويسه، ما يستحقوش ان هم يخسروها، بس هي دي الكوره، هي دي احكام الكوره. عشان خاطر ابو صلاح ياخد اسيست من فيرجيل فان دايك، يرفع وشه يبص يشوط، تخبط في رجل مارسيلو بروزوفيتش وتغير اتجاهها عشان تغلط سيمين هاندروفيتش. الله عليك يا فخر العرب، الله عليك يا ابو صلاح، الله عليك يا يورجن كلوب، الله على ليفربول والاداء الجميل اللي بيقدموه. اداء جميل، اداء جميل ايه؟ لا ما هو ده الباكج بقى، مش ليفربول كسب يبقى لازم نديله الباكج ان هو عمل مباراه جميله وقهر الطليان وكسر الدنيا في ايطاليا. ليفربول بيعاني من المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها دي من فتره، بيعاني منها من فتره. هل ليفربول بيحل المشاكل دي؟ والله يورجن كلوب بيحاول ان هو يحل، يعني يورجن كلوب ماتشات بتلاقيه بيبدا بفابينيو وبيبدا بتياجو الكانتارا وبيبدا بنبي كايتا، وماتشات تانية جوردن هاندرسون ونبي كايتا وتياجو الكانتارا، وماتشات بتلاقي فابينيو وبتلاقي تياجو الكانتارا لا بتلاقي فابينيو وبتلاقي معاه لعيب زي نبي كايتا وجوردن هاندرسون. النهارده بقى قفلها بتياجو الكانتارا شمال ولعيب زي نبي كايتا نزل ديفندر، كان نزل ديفندر صريح، وناحيه اليمين كان نازل جوردن هاندرسون. دي كانت قفله مميزه جدا بالنسبه للقاء، ليفربول عرف يقفل بيها نص الملعب كويس وعرف ان هو يستحوذ كويس. هتقول لي تغييرات يورجن كلوب انقذت ليفربول؟ هقول لك معنى كده ان كلوب كان بادئ غلط. لو عايز تطبل من هنا هتلاقي ان هي فيها مشكله من هنا، بس للامانه برضو احنا نذكر ليفربول ان هو بيعرف يخلص ماتشات، فاوقات تحس ان ليفربول مش قادر ان هو يخلص، بس هو دايما ذات الفرق الكبرى اللي هو انت مش متوقع ان هم يخلصوا المباراه فبيجوا مخلصين المباراه. هل ليفربول يستحق الفوز؟ طبعا يستحق الفوز، لانه حتى وهو سيء عرف يطلع كسبان بالمباراه 2-0، نتيجه مريحه تريحه في الاياب. انتر اتظلم لانه قدم مباراه كويسه؟ والله ما اتظلمش، لان هو ما قدمش فرص هجوميه خطيره ولا كان خطيره على مرمى ليفربول، ولا شفنا اليسون بيتالق، ولا شفنا اي خطر اي كوره خطيره هجوميا لانتر على مرمى ليفربول. هل الكلام على خط دفاع ليفربول والكلام على ترند الكسندر ارنولد والكلام على محمد صلاح اللي ما بيرجعش يدافع هيخلص؟ بقول لك الكلام ده بنتكلم فيه بقالنا سنه ونص، هيخلص النهارده. فلسه الموضوع بتاع خط دفاع ليفربول والكلام بتاع نص ملعب ليفربول ده ما هيعاني معانا من فتره، احنا كنا بنتكلم عليه من السنه اللي فاتت، كنا بنتكلم على التعاقدات، كنا بنتكلم على حاجات كتيره بخصوص ليفربول. فلو عايز تكمل معانا في الكلام على ليفربول ممكن تعمل لايك، مش عايز تكمل والله رايك واحترم. في الحالتين انا كنت شايف كده في المباراه، ممكن انت تكون شايف حاجه وحد تالت يكون شايف حاجه، لان الكوره شويه اراء لا اكثر ولا اقل.